اهلا وسهلا البنات، كي داير؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ اماكم هانيه؟ واش مبارك بالصحه والسلامه؟ رمضان غادي ما بقى فيه والو. ايوا انا يا غادي مع هذا الفطور عند اختي عاد علينا. ايوا وكيف ما كتشوفوا هنايا وصلنا للمدينه، مدينه ديسلا. جاد قال كيتصور في هذا المدفع هذا طلع كيلعب شويه. صورت معكم بعض اللقطات هنا في المدينة، صراحة كيكونوا أجواء زوانين وواحد المنظر زوين هكذا قبل الفطور. إيوا وقلت علاش انت ما شفتش معكم واحد اللقطات كيف ما كتشوفوا. المهم انتم معايا في هاد لا فيديو، غادي نبارطاجي معكم الطوابله ديالنا ديال الفطور، غادي نفتشاك معكم كاع الشيوات اللي صابت لينا اختي، وهانتوما معايا في هاد لا فيديو. الناس هنايا غاديين عند اختي المدينة فطور عندها. رمضان يا شهر الروح، بابك للجنة مفتوح، محلى سمك والطاعات، يا ليت أيامك ما تروح. هنايا البنات اختي دايره واحد الجناح هكذا، فيها رمضان كريم والديكوراسيون، فيه الهلال، فيها هاد المبخة ديال العود، صراحة شان واحد الجناح زوين خاصي بالعود وب حتى فيه هكذا روايح ديال العود ومبخة وداكشي. وهنا دايره جناح خاص بالصلاة، كتصلي فيه التراويح اللي قبل، حتى المصحف، هاد البليصة خاصة بالصلاة. صافي هنايا غادي نبارطاج معكم الطوبله ديال الفطور، وهم هنايا الصوانيه ديال القهوه، وهذه الصوانيه ديال اتاي، وهنايا حاطه العصير داكشي في القاعم، وهم الطوبله ديالنا ديال الفطور. وهذه شاي واحد المخده مصوبه في رمضان كريم، ومصوبه الديكوراسيون، كتحسوا باجواء ديال رمضان. اهلا وسهلا البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اهلا وسهلا البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ امورنا تكونوا بخير، على خير ان شاء الله، تكونوا في احسن الاحوال. الفيديو معكم اليوم مهم جدا. صافا البنات هنايا غادي نبارطاجي معكم الطوابله ديال الفطور. هنايا حاطه لينا هاد لي كاب كيك ولانشون وفرماج، كل واش اللي بغى شي حاجه. وهذه الطوابله ديال الفطور راكم عارفين، التمر، البيض، العصير، هنايا مصوبه الطبسلات، زليفه وطبسلات ومعلقات، المهم داكشي امبيكابل، طوابله على حقها وطريقها. هاد واحد الفانوسات فيهم الشميعات حتى هما ديال رمضان. مصاب هاد لي ميني بورغر اللي بغا يدير فيهم الجبن ولا فرماج ولا شي حاجة. مبقوات باللوز، هادو لينين بالكفتة، مصابين تا هما بنان وزوينين. والعصير راكم عارفين، وهذه واحد البسطيله على حقها وطريقه بالدجاج وبالنكهه ديال السمك، جات لذيذه وبنينه بالفرماج وداك الشيء. وهذه واحد الطاوه ديال الحوت، دار واحد جوج حوتات كبار. القهوة وأتاي، الحليب، العصير، الحيئة، الجبن، البيض، مهم فرحات بينا وكبات بينا، ودوزنا واحد الوقت عندها زوونا وفوجنا وبدلنا الجو. هذا هو الأهم، مكان محسن من اللمة ديال العائلة كيف ما كنقول لكم بحال ديما.
والحياة مصوبة غزالة، جات لذيذة على حقها وطائقها. ايوا الطوبلة ديالنا كتجي على هاد الشكل. انا يا اختي كتخونينا اللي بغى الحياة جادة كيضة. ايوا انا غادي نفطاهو وبصحة واحة فطاكم. من بعد ما فطانا خش انا وماما وجاد وبنت خشي صراحه كلشي الحوانت حالين، ولكن الناس قلقان يعني ما كاينش البيع والشراء. هذا سوق الصباط في المدينه القديمه في سلا، في داكشي ديال البلدي. بما انه دابا ليله القضاء على الابواب، الله يدخلنا الله يدخلها علينا وعليكم الصحه والسلامه وكل المتمنيات. هنايا البلا غير الحوايج ديال البلدي بالنسبه للناس الكبار والوليدات الصغار كيف ما كتشوفوا، وتبارك الله كلشي موجود، ولكن الدنيا خاويه. هادشي ضربنا واحد الضربه رجعنا دغيا للدار. اصلا كان واحد الباد هاد الايام ما نقول لكمش، هادو الجبادات ديال الوليدات الصغار ديال العواشه. ايوا صافي وجينا في حالتنا. صدقات واذكر ربك بالخلوات، ناول قلبك بالتقوى لطريقك نحو الجنة، لطريقك نحو الجنة. المهم دابا عاد وصلت للدار، الدنيا خاوية ولي على حاتمي شحال كي داية. عرفتو كاين واحد الباب واحد دايح ما نقوليكمش. يلا أجد عاد وصلنا للدار، وانا هنايا وصل معاكم نهاية الفيديو. نتمنى لا فيديو ديالي ما يعجبكم، ولا عجبكم ما تبخلوش عليا بواحد اللايك والبارطاج مع العائلة والأصدقاء. تفضل منكم ليس أمان. يلا باي باي، عليكم مع فيديو جديد، تصبحوا على خير، باي باي.